أسعد الله صباحكم إخواني الكرام. في البداية حاب أطرح سؤال، ليش بعض الرجال بعد ما يتزوجوا بحبوا يقضوا أوقات مع أصدقائهم وبشعروا بالأوقات هاي في المتعة وبفضلوها عن الجلوس مع الأهل؟ يعني بعض الأشخاص بتلاقيهم بروحوا بيلعبوا شدة، بروحوا بحضروا مباريات، بروحوا مثلا على مسبح إلى آخره، بفضلوا يطلعوا مع الأصدقاء ولا يطلعوا مع الأهل. ممكن يا إخوان الكرام أنه أنتوا لم يتبادر إلى ذهنكم أنه مواضيع اللي بتنفتح في الأسرة قد تكون مملة، قد تكون الزوجة أو الزوج أحد الطرفين ممل، لا يوجد عنده مواضيع، المواضيع المطروحة أكثرها مكررة وأكثرها عن مشاكل الحياة وأكثرها مواضيع هي عبارة عن مواضيع تحقيقية. ليش عملت هيك؟ ليش سويت هيك؟ ليش رحت عند دار أهلك؟ مصاريف الأولاد. فهاي المواضيع نوعا ما بتجعل الحياة مملة بين الأزواج، فلازم إحنا نكون ناس مثقفين، وخصوصا بالعصر اللي إحنا عايشينه يعني لازم نبحث عن مواضيع يومية متجددة. بما أنه الإعلام صار منتشر وصار في عنا عدة وسائل أنه إحنا نقدر نجلب المعلومة، نحاول نخرج عن النمط المألوف اللي بعض الناس بيحاولوا أنه يستخدموه وتصبح علاقاتهم مملة. ممكن اليوم أحكي نكتة جديدة، ممكن أسأل سؤال شو رأيكم مثلا بحاكم من الحكام البلدان، ندخل شوي بالسياسة عشان نعرف طريقة تفكير زوجنا أو طريقة تفكير الزوجة. ممكن نسأل عن أنواع الرياضات اللي بتحبهم، شو الرياضات اللي حابة تشارك فيها، عن الرسم، عن التخطيط، عن المسلسلات، ليش هاي المسلسل مفضل، ليش هذا المغني أو المغنية مفضلة، وين بتحب تقضي وقت الإجازة، شو رأيك نروح على مكة، نروح على فلسطين. يعني مواضيع سياحية، مواضيع علمية، مواضيع ثقافية، مش معظم الوقت مقضينه عن مشاكل الأسرة والأهل والأخوات وشو نزل فلان على الانستغرام وشو نزلت فلانة، ونضل نكرر 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 نفس المواضيع. شو رايك نروح نتسوق مع بعض، نشتري ملابس، نغير غرفة النوم، نغير الشغلة هاي، نطبخ طبخة مع بعض اليوم، نعمل اشي جديد، ناخذ الأولاد نعمل لهم فكرة جديدة. فالتغير في طريقة عرض الأسئلة والمواضيع والمحتوى يدل على ثقافة، يدل على أنه حياة متجددة مش حياة مملة. نفس الروتين نفس الروتين، نفس الأسئلة، نفس التحقيق يعني، وابتزاز عاطفي، انت ليش ما بتحكي لي، انت ليش ما بتشوفني، عملت شعري، عملت كذا. زي ما الزوجة أو الحبيبة تهتم في مظهرها، الرجل كمان بحب انه يسمع كلمة حلوة، بحب يسمع تقدير، بحب حدا يهتم فيه، بالذات اذا مرض الرجل بحب لو كلمة، لو اتصال، كيفك اليوم، منيح مش منيح، مش انت اللي وجعت راسك وانت اللي بتروح هون وانت اللي بتحاول بدل ما انه تخفف عليه بتحاول تزيد عليه. فياريت نغير من اسلوبنا ونغير من مواضيعنا عشان العلاقات تصير شوي فيها رونق، يصير فيها جمال في الحياة. احكي لي عن طفولتك، كيف كنت وانت صغير، شو الأشياء اللي كنت تمارسها وانت في طفولتك، شو كنت تحب، مين الأصدقاء المفضلين لك، ليش بتحب فلان عن فلان، ليش هذا مميز، كيف تحب تقضي وقتك، شو الأشياء اللي بتخوفك، شو الأشياء اللي بتبكيك، شو الأشياء اللي بتفرحك، شو الطبخة المفضلة. يعني أشياء ومواضيع كتيرة. شو الكتاب اللي لفت انتباهك، أو الفيديو أو المغني أو اللاعب أو الداعية، لمين بتحب تسمع قرآن، مين القارئ اللي بتشعر معه في البكاء والاستشعار والآيات، شو الجامع المفضل إليك، المدينة، المكان. في مواضيع كثيرة بنقدر نطرحها، بس إحنا للأسف حاصرين تفكيرنا في مجال واحد أكثره عن مشاكل الحياة وروتين الحياة اليومية، أو منضل نحكي عن الماضي ومنفتح ملفات الماضي، مين مع مين كنت تحب وشو كنت تحبها وليش كنت تحبها أكتر مني، وحكي لي أكتر وحكي لي أكتر. يعني إذا كنا بنجلب المشاكل لحياتنا، فياريت نغير من أسلوبنا ومن طريقتنا عشان حياتنا تتغير وتصير أجمل. يعني بعض الزوجات بفضلوا رجل ممكن مش جميل جدا لأنه برسم الابتسامة،
ما تركزي دائما انه بدك تتجوزي واحد غني ومليونير وعنده شقة وعنده جنسية وعنده كل اشي، بس بتلاقيه ما بدخل على حياتك السرور. ممكن واحدة تتجوز شخص جميل او مو جميل لانه برسم على وجهها الابتسامة في كل يوم. فحاولي لا تركزي على التفاصيل الكبيرة من مال ومن سيارات ومن عمارات وأسرة وأسرة حاكمة وأسرة بصر إيش. ركزي على أنه هذا الشخص يدخل على حياتك السرور بشكل يومي، والعكس صحيح الطرفين، عشان الحياة تدوم وتستمر. ولا تنبهر باللحظات الأولى، لا تنبهروا باللحظات الأولى، باللبس الأولى، بالمظهر الأول. ركز على العقل والفكر والقلب والمشاعر والكرم والعطاء والحب والتسامح، هذه أهم شيء لبناء أسرة كريمة. إن شاء الله ربنا يسعدكم ويوم سعيد. إن شاء الله نرجع لكم موضوع تاني في يوم آخر. السلام عليكم.